لتحديد نقاط القوة والضعف والارتقاء بعمل المؤسسة العسكرية نحو الأفضل، تجري لجان الفتوشية العسكرية العامة في وزارة الدفاع تفتيشاً فحصياً لقيادة فرقة المشاة 15 ووحداتها غرب محافظة نينوى، وذلك للفصل الأخير لعام 2022. حقيقة أهمية تفتيش هذه الفرقة لمسكها قاطع مهم ضمن مسرح عمليات غرب نينوى، وبالتالي يجب الاطمئنان على مستوى الأداء الفردي والجماعي لهذه الفرقة والوقوف على السلبيات والمعاضل اللي موجودة في الفرقة حتى نتمكن من رفعها للمراجع لتتمكن هذه الفرقة من إتمام مهامها الموكلة لها. حقيقة بصفتي رئيس مجموعة التفتيش خلال جودة التفتيشي لاحظنا أنه هناك اندفاع واضح لهذه الفرقة، هناك معالم تفتيش واضحة لهذه القيادة، نتمنى لهذه القيادة الموفقية في عملها. تشرفت قيادة فرقة المشاة 15 بمجاميع التفتيش العائدة للمفتشية العسكرية العامة لتفتيش قيادة الفرقة ووحداتها وتشكيلاتها بكافة الجوانب، الجانب التدريبي والجانب الإداري والجانب الفني وعمل المقرات. وحقيقة كل الملاحظات اللي تمت من قبل السادة المفتشين سوف تكون منهاج عمل إلنا من أجل تجاوزها ومن أجل رفع كفاءة الفرقة الفنية والتعبوية والإدارية من أجل أداء مهاماتها على كافة الجوانب. استقبلت كتيبة استطلاع فرقة المشاة 15 زيارة المفتشية العسكرية العامة معلمي الجيش العراقي الباسل، وخلال جولتهم في مفاصل الوحدة أبدوا عدد من الملاحظات والأرشادات والتوجيهات السديدة من النواحي الفنية والإدارية والتدريبية وحسب أسس التفتيش المعدة من قبل السادة المعلمين. نحن بدورنا نوجه الشكر والامتنان لما أبدوه من جهود لتكون دليل عمل لنا في المستقبل.
القائمون على هذه الجولات التفتيشية من كبار الضباط يؤكدون أن جهودهم التي يبذلونها في مختلف القيادات والوحدات والفرق العسكرية سيكون لها الأثر الكبير والواضح وانعكاساته المميزة على عمل القوات المسلحة. من فرقة المشاة 15 غرب نينوى، علي سامي، إعلام وزارة الدفاع.